بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. معكم الدكتور مفيد أبو موسى في الوحدة السادسة، الإنشاءات الهندسية للصف الثامن. الإنشاءات الهندسية نحتاجها في فروع الهندسة، في الميكانيك، في التصميمات، في الإنشاءات، في المباني. إذن هي مهمة جدا، وهي تعلمك إيش اللي هو الدقة في القياس واستخدام الأدوات الهندسية. منها يتوقع من الطالب في نهاية الوحدة أن يكون قادر على إنشاء عمود على مستقيم من نقطة معلومة عليه، إسقاط عمود على مستقيم من نقطة معلومة خارجة عنه، تنصيف قطعة مستقيمة، تنصيف زاوية، اكتشاف أن المنصفات الزوايا تتلاقى في نقطة واحدة هي مركز الدائرة مسؤول داخل المثلث وتماس أضلاع. نبدأ بالدرس الأول وهو إنشاء عمود على مستقيم من نقطة مفروضة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. لإقامة عمود على مستقيم من نقطة مفروضة علي، لاحظ الخطوات التالية لإقامة عمود على المستقيم لام من نقطة مفروضة علي. أرسم المستقيم لام ونقطة ألف مفروضة علي كما بالشكل. الخطوة التالية، افتح الفلجار فتحة مناسبة، ركز الرأس المدبب في النقطة ألف وارسم قوسين يقطعان المستقيم لام في النقطتين ب و ج كما في الشكل. طبعا لازم نتأكد ان الادوات الهندسية بتكون معانا جاهزة، القلم مبري، مبارة في مكانه الصحيح. ننتقل على الخطوة التالية، افتح الفلجار فتحة اكبر من الفتحة السابقة وركزه في باء، وارسم قوسا ثم ركزه في جيم، وبنفس الفتحة ارسم قوسا اخر يقطع القوس الاول في النقطة دال كما في الشكل. لاحظوا الاجراء كيف انتهت القصة. الآن سميناها نقطة دال. الآن صل ألف دال ومده على استقامته من جهة دال لتحصل على العمود المطلوب. الآن كيف نتحقق من صحة الرسم؟ نستخدم المنقلة. لاحظ لو وضعنا المنقلة أكيد راح تيجي على قياس 90 درجة. انتهى هذا الإنشاء. الآن الإنشاء الثاني نعيده من أول، وهو إنزال عمود على مستقيم من نقطة خارجة. لاحظ الخطوات لإقامة عمود على مستقيم لام من نقطة خارجة عنه ألف، ارسم المستقيم ونقطة ألف خارجة عنه، ثم افتح الفلجار فتحة مناسبة، ركز السن للفلجار المدبب في النقطة ألف وارسم قوسا يقطع الخط المستقيم في النقطتين ب و ج. لاحظ كيف الفلجار، نعم قوس، هو يعني راح تكون ألف يعني مركز الدائرة. طيب عينا نقطة باء ونقطة جيم. الآن إذن نعمل الخطوة اللي وراها، افتح الفلجار فتحة تختلف عن فتحة الأولى وركزه في باء وارسم قوسا ثم ركزه في جيم، وبنفس الفتحة ارسم قوسا آخر. ما الذي يحدث؟ تلاقت النقطتين. الآن نصل أيوة ألف مع دال ومده على استقامته حتى يلاقي الخط المستقيم لام في النقطة ولتكن واو. بهذا نكون قد رسمنا عمودا على المستقيم من نقطة ألف الخارجة عنه. للتحقق نستخدم المنقلة لهذا الغرض. ننتقل على الإنشاء الآخر. وهو تنصيف زاوية. لاحظوا الخطوات التالية تنصيف الزاوية ألف باء جيم. افتح الفلجار فتحة مناسبة، ركز الرأس المدبب في زاوية في رأس الزاوية المعلومة ألف باء جيم، وارسم قوسا يقطع ضلعيها في النقطتين دال و كما ظهر أمامكم. استخدم فتحة الفلجار السابقة نفسها أو فتحة أخرى مناسبة، ركز الرأس المدبب في النقطة دال وارسم قوسا داخل الزاوية ألف باء جيم. هذا قوس داخل الزاوية، ثم بنفس الطريقة من عند النقطة ها ارسم قوسا يقطع القوس الأول أيوة في نقطة ولتكن اسمها سين. لاحظ ركزنا فيها، رسمنا قوس داخل الزاوية، نقطة تقاطع القوسين راح أسميها إيش؟ راح أسميها سين. الآن استخدم المسطرة أو حافة مدببة حافة مستقيمة لتصل أيوة سين مع الرأس باء، بهذا تكون قد حصلت على المنصف. للتحقق استخدم المنقلة. لاحظوا استخدمنا المنقلة ماذا يحدث؟
فعلا اجت هي نصف قياس الزاويه. وبهذا تكون قد انتهينا من العديد من الانشاءات الهندسيه. استكمالا لموضوع الانشاءات الهندسيه، يعني نصيحه لاخواننا المدرسين والمعلمات، انه انت اعمل على اكسل مثلا شيت هيك، افتح مثلا النشاط الاول شو هو، انشاء عمود على مستقيم من نقطه معلومه عليه، اقامه عمود على مستقيم من نقطه خارجه عنها، اعمل لك قائمه شطب زي هيك او لنموذج تقييم، شوف الطلاب، جهز الادوات الهندسيه، اذا مجهزهم كل شيء تمام اعطيه اثنين كويس، نص تجهيز شيء ناقص عنده ادوات ناقصه اعطيه واحد، مش مجهز اعطيه صفر كويس، وامشي بهذه الطريقه. بالنسبه للرسم، انه رسم مستقيم وتحديد نقطه عليه، الخطوات اللي احنا علمنا اياها. الان باجي بقول له انت كيف عن الطريقه اللي انا متخيل انك تسويها بالصف، انك انت تشغل الفيديوهات اللي سويناهن، الطالب يتطلع على النشاط على الفيديو، وبعدين ايش يتطلع، يصير يشتغل بايده او تخليهم كل اثنين يشتغلوا مع بعض. الان المدرس وظيفته في هاي الحاله ايش راح تكون، انه يمسك هذه الاداه يدخل على الطلاب طالب طالب او كل مجموعه مجموعه اللي هم اثنين اثنين بيكونوا، ما تخلي ثلاث ثلاث، خلي اثنين اثنين، وبعدين اقعد اعطي تقييم لكل طالب، بعطيك اللي درجه اتقنوا الطلاب هذه النشاطات، لانه احنا كثير بنفكر انه خلص الطلاب هين ما شرحت لهم هو سهل وبيقدروا يسووه، للعلم الطلاب هذه اخر مره راح يدرسوا فيها انشاءات هندسيه، لذلك خليه يطلع من عندك من ثامن ممتاز ومتقن لعمليات الانشاء. النقطة الأخيرة اللي حابين نوصلها، شوفوا عندنا هنا مثلا مدارس الناصر وأيضا مدارس الاحتراف الدولية عملوا نشاط حلو جميل جدا، اللي هو أنه بعد ما عملوا درسوا الطلاب الإنشاءات الهندسية وعلموهم وتأكدوا أنه الطلاب أتقنوا الإنشاءات، بدنا ندخل على إيش، على نشاطات لا صفية تساعد الطلاب على إيش، على المزيد من الإتقان. فأعلنوا عن مسابقة، أول إشي المسابقة هي عبارة عن إنه يعملوا إنشاءات هندسية بكلفهم فيها الأستاذ أو المس، وبعدين بتقسموا لمجموعات ممكن من ثلاث أو من أربعة، بدهم ينشوا إنشاءات هندسية بدقة وإتقان، وسجلوا هذه الخطوات على فيديو يوضح خطوات النشاط. بالرياضيات بده يلتزم بتعليمات الكتاب، الدقة في استخدام الأدوات، دقة في الإنجاز، العمل المنجز، الجمالية النهائية، سيحتسب هذا النشاط جزء من التقويم الثالث، يعني أنت ما تخليه أنه ببلاش بس مجرد أني أنا بعطي نشاط، لا، احنا بدنا نشاط في نفس الوقت عليه علامات وعليه جائزة كمان. بالنسبة للفيديو، أنه بدنا يكون انت هالإنشاءات اللي بتسويها تقرأ بصوت عالي، بجودة عالية، بلغة عربية فصيحة كما في الكتاب، وتحاول انك ما تظهر اي مشتتات، وتستخدم مهارات المونتاج ان امكن. الاعلام للطلاب راح ايش تعمل، لجنه ويكافئ عليها بجائزه. بالنسبه للانشطه احنا شو سوينا، رحنا اخترنا نفس الرسومات الموجوده في الكتاب، نقول له انا انشئ لي شكل زي هذا مثلا. طب هو الطالب لما يعرف يرسم زاوية قياسها 80 درجة يعمل دائرة مماساتها يعني داخل، يعني بيشتغل شغل صحيح 100%، بيقدر يعرف كل شيء ايش معناه. اللي بعد مثلا ممكن يعمل شكل زي هذا ويعمل دائرة داخله فقط ما بالنشي، لأنه هذا نشاط صعب صراحة. نفس الشيء هذا النشاط ممكن المدرس يختار أنشطة مخالفة لهذه الأنشطة تماما، ممكن اللي هو أحلى نشاط اللي هو تاع النجمة ويعملوا لوحة فنية ويخرجوا، ممكن يستخدم بيت أو سيارة، رسمة سيارة، ويطلب منه يعمل تنصيف أو يستخدم الإنشاءات الهندسية اللي تعلمها. فأنت هيك بتكون خرجت عن الروتين المعتاد اللي إحنا متعودين عليه، والطلاب استمتعوا في أنه يصوروا هذه الأشياء، وأنت بتعطيهم حوافز على أنه تنشر على اليوتيوب والطلاب يشوفوها والآخرين يتعلموا منها. وشكرا للجميع.